بوريك بالجبنة بتاع الأفران هنعمله بطريقة سهلة وعجينة هشة. كوباية مية دافية، معلقة صغيرة خميرة فورية، معلقتين صغيرين سكر، بعد كده نقلبهم مع بعض، هندوبهم في بعض، وبعد كده نسيبهم في مكان دافي لمدة ربع ساعة. ده شكل الخميرة بعد ما اشتغلت. ننزل بعد كده بمعلقتين صغيرين كاتشب وندوبهم في بعض. بعد كده هننزل بثلاث كوبايات وربع دقيق، تقريبا نص كيلو، كوباية تانية، كوباية التالتة، كده يبقى 450 جرام. آخر حاجة ربع كوباية، مزودين عليهم معلقتين كبار، 50 جرام، يبقى كده نص كيلو. بعد كده هنستخدم بياض بيضة، الصفار هندهن بيه الوش، رشة ملح، ممكن نقول ربع معلقة صغيرة، ربع كوباية زيت لآخر قطرة من الزيت. بعد كده نبدأ نعجن لحد ما يبقى معانا عجين متماسك. بعد ما العجينة لمت معانا كده هنغلفها برشة دقيق. نتأكد ان احنا غلفناها كويس بالدقيق عشان ما تلزقش في حتة وتضايقنا بعد كده، وبنغطي العجين ونسيبه في مكان دافي لمدة نص ساعة. ريحنا العجينة نص ساعة، بناخد العجينة على الرخامة وبعد كده بنبتدي نشكلها زي ما احنا شايفين في الفيديو كده عشان يبقى سهل بالنسبة لنا ان احنا نقطعها، ونحاول نخليهم كلهم في نفس الحجم. نمسك القطعة الأولانية كده ونفردها على ايدينا شوية عشان نعرف نحشيها. احنا هنحشيها جبنة، بس انت لو عايز تحشيها بأي حاجة تاني زي ما انت عايز، عجوة، شوكولاتة، زي ما انت عايز. كده نبدأ نقفلها. المهم بعد ما نحشيها نتأكد ان احنا قفلناها كويس ونشكلها زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنرصهم في صاج الفرن ونغطيهم ونسيبهم يرتاحوا لمدة ربع ساعة. هندهن الوش بصفار بيضة ومعلقة حليب ورشة فانيليا. هنرش عليها حبة البركة وممكن نحط سمسم. هندخل الصينية الفرن على الرفل في النص على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة. بعد كده هنشغل الشواية تاخد لون من فوق. بعد ما يطلعوا من الفرن هنغطيهم ونسيبهم متغطيين لمدة 10 دقايق.